لكل المواطنين بهذه المناسبة أننا فتح المساجد لا يعني أننا ننسى بأن الوباء موجود، ولازم المسجد يكون نموذج تاع الانضباط وتاع احترام المسافات واحترام الكمامة واحترام صحة ونظافة المكان. إذن المسجد دائما نظيف طاهر، فالمصلين إن شاء الله يأخذوا بين الاعتبار ويعطيوا عبرة للمواطنين الآخرين بأن المسجد عمره ما يكون هو السبب